مشاهدينا، نعود إلى انطباعات وأمنيات نجوم المنتخبات الوطنية السابقين. نتابع تصريحات هذه النخبة حول انطباعات مستوى منتخبنا الكروي ويعني حظوظه بالصعود إلى الدور الثاني في بطولة أمم آسيا الحالية. خلينا نتابع. يا ولد العيب، ميمي ميمي ميمي، الله الله. نتمنى ان شاء الله كلاعبين قدامه، كل الجماهير ساندتهم، نتمنى انه يكونون بالاهل للمسؤوليه، وان شاء الله هم اهل المسؤوليه على انه يحققون ما يرضي جماهيرنا ان شاء الله. بالتاكيد احنا كلاعبين منتخبات وطنيه داعمين بشكل حقيقي للمنتخبنا الوطني، نرجو من الله عز وجل ان يوفق اللاعبين الكادر التدريبي بتحقيق نتيجه ايجابيه من اجل اسعاد هذا الشعب حقيقه اللي بحاجه الى فرحه، حتى نقول انه هنالك بارقه امل من اجل ان يرجع العراق لماضيه. اعتقد انه منتخبنا بحاجه الى دعم من الرياضه، من الناس، من كل الموجودين بهذا البلد. تمنياتنا الى ان شاء الله بتحقيق نتيجه طيبه، بغض النظر عن التحقيق اللقب لا، لكن يقدم اداء جيد بالتاكيد راح نكون احنا سعداء جدا. والله اهم شيء الثقه بالنفس، يمكن لاعبينا اكثر اللاعبين انهم لاعبين جدد، واحنا عندنا يعني ان شاء الله هذا جيل جديد قادم ان شاء الله العراق، كل احنا داعمين، عندهم هم امكانيه وعندهم الموهبه، نتمنى انه يكونون، احنا ما نريد نضغطهم، يعني لا الشارع الرياضي ولا الاعلام ما نريد نضغط اللاعبين انه يحقق بطوله، انه اريد يقدم مستويات عاليه ترجع صوره العراق اللي تعود عليها الشارع الرياضي، وان شاء الله قلت لك لاعبيننا قادرين، نتمنى يظهرون بصوره تعكس صوره ايجابيه للمنتخب. اي انتصار، العراق لا يعرف الانكسار، اي فوز، اي مجد، اي انتصار، العراقي لا يعرف الانكسار. عملوا